تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سلسله اكبر خسائر الفرق الكبرى اللي بتجيكم مني انا محمد عواد. اليوم نتوقف مع ريال مدريد، اكبر انديه العالم على الاطلاق، الاكثر نجاحا، المعروف عنه كثره ايامه الجميله. لكن هذا ما بيمنع ابدا انه عنده شويه ايام حزينه، ومنها ما تعرض له امام اسبانيول في موسم 29-30 عندما خسر 8-1، الخسارة الأكبر في تاريخ ريال مدريد حتى يومنا هذا في المباريات الرسمية. المباراة كانت في بطولة الدوري، أقيمت في 4 مارس 1930 في الجولة 14 من الدوري الإسباني. سجل إسبانيول هدفه الأول في الدقيقة 3 والثاني في الدقيقة 11. حاول ريال مدريد يقاوم، سجل هدف في الدقيقة 19 وبعدها ما رد ولا قاوم حتى أصبحت النتيجة 8-1. في نهاية ذلك الموسم ريال مدريد احتل المركز الخامس خلف إسبانيول الرابع. هذا الموسم أيضا كان في بلباو هو بطل الدوري اللي كان يتكون وقتها من 10 فرق فقط. أما أكبر خسارة لريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا فهي حديثة شوي، هي عام 1999 لما سقط ريال مدريد بسداسية نظيفة أمام فالنسيا، وذلك في نصف النهائي. البطولة اللي توج فيها فالنسيا لاحقا على حساب أتلتيكو مدريد، في ذلك المباراة تعرض ريدندو للطرد في الشوط الأول والنتيجة 1-0، وبعدها حصل انهيار ملكي واضح. أوروبيا تعد الخسارة بنتيجة 5-0 هي الأكبر في تاريخ ريال مدريد، تعرض لها مرتين، الأولى أمام إيسي ميلان في نصف نهائي دوري الأبطال 1989، وأما الثانية فكانت في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي واللي اسمها الدوري الأوروبي هالأيام عام 1982 أمام كايزر سلاوتر. طبعا خسارة ميلان شهدت تسجيل أنشيلوتي هدف رائع في شباك ريال مدريد. هذه قائمة الخسائر الأكبر لريال مدريد. استنوا بعرف شو بدكم، بدكم نحكي عن الكلاسيكو ولا يهمكم. صح أنه أكبر فوز في الكلاسيكو لريال مدريد اللي هو 11-1 في الكأس أو 8-2 في الدوري أعوام 43 و35 على الترتيب، لكن برشلونة أيضا كان له أيام قوية جدا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، ومنها فوزه 7-2 عام 1950 في بطولة الدوري واللي تعتبر أكبر فوز لبرشلونة على ريال مدريد رسميا على الإطلاق. نوصل هون لنهاية هذا الفيديو، دائما اشتركوا بقناة سيرفي سبورت ودائما حنجيكم بمقاطع فيديو جديدة ومختلفة، والسلام عليكم ورحمة الله